خلينا الذهب من نفس الطريقه البدائيه والذهب واضح وضوح الشمس بسوي زوم عليه. King of Minds. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبي، حياكم الله من جديد. حاليا معاكم في الاسانسير يا جماعه الخير. شوفون الصيانات اللي نجريها الحين، وصلنا مكان ما شاء الله مكان صلب، يعني عادي نفتح بيبان ندخل داخل وناكل عروق على بعد كيلوات من الامتار ما شاء الله. والحين وصلنا على هذا المستوى، طبعا نحن تحت في القاع، والحين ما شاء الله مثل ما تشوفون العمال كيف يرتبون ولله الحمد، يرتبون الجذوع في نفس المكان على اساس نضرب قنابل تحت ونستمر بالنزول الى ما شاء الله. ما شاء الله حبايبي مثل ما تشوفون حاليا نكمل المشوار، الجماعه يصفون الجذوع ويسلحون من خلف الجذوع ويلحمون في نفس المكان على اساس يصير مثل الجذوع اللي تشوفونه قدامكم. والحين ينزلون على اساس يصفونهم صف مثل هذيلا، يصفونه على اساس ويسلحونه على اساس ينزلون. ما شاء الله العروق اللي تحت مركزه ولله الحمد كل ما تشوفون حبايبي. وهني عقب شوف، انا على فكره انا على اخر دري، هذا من ضربه القنبله الاخيره 20 قنبله في نفس المكان فتت المكان هذا، فيوم انفت المكان هذا طيح الجذوع اللي هناك واللي في الطابق هذا، فمن شي تشوفونه مفسخ هذا ما خلف الكواليس. تشوفون بعد ما نسلح المكان ونخلصه ونرفع علينا هالمستوى، نبدا ننزل دري نفس الدري اللي هني، ننزل على اساس نوصل للارض ونسهل عمليه نزول وخروج العمال من نفس المكان، والاسانسير ينزل على مستوى القاع، والعمال يوم ينزلون على اساس يحملون عروق الذهب داخل لما نرفعه فوق ولله الحمد. انا الحين حاليا على بعد 45 متر تقريبا، اكلمكم على بعد 45 متر نشوف جهاز، طبعا جهاز التلحيم موجود في نفس المكان. فالحين الجذوع اللي فوق اللي براويكم اياها كلها ننزلها في نفس المكان ونحطها. من بعد ما نكمل المشوار هذا الطيب بناخذ لكم فيديوهات احترافيه، طبعا يوم نفتح الكهوف اللي تحت ولا الخنادق الأرضية بشوفون العجب حبايبي، ترقبوا الجديد. لا تنسونا بالاشتراك والمتابعة والدعم واللايكات، وما بنقصر وياكم أصلا قلبا وقالب إن شاء الله، سواء سويتوا ولا ما سويتوا حاضرين حاضرين تامرون أمر، والله يحفظكم.